هذه عشبة السفيع، وأيضا يسمونها أم زنيمة أو الزنيمة، وجلب لها هذا المسمى الأكثر حرجا شكل زهورها ومن ثم ثمارها. هذه الزهور، هذا اللون الزهري لأوراقها، ويكون هذا مع قلة الأمطار وأيضا في آخر فصل الربيع. هذا الحماض أو الحميض ينمو بطربوشه أو بزهوره مساندا لها ومخففا أيضا ما قد يكون من حرج اللون بالنسبة لها.